هبة قصة ليست جديدة، إنها قصة طفلة سورية بدأت منذ أعوام، منذ زمن كبر فيه الأطفال في سوريا ألف عام. أنا هبة الياسين من محافظة إدلب. تهجرت أكثر من مرة وتركت الدراسة لمدة عام كامل، يعني بعد كل التهجير اللي عشته وانحرمت عام كامل من المدرسة رجعت. شجعوني الأطفال اللي كانوا بالمركز والمتطوعين، شجعوني لحتى أرجع على المدرسة وكمل حياتي وكون أقوى من الحرب. إرادة الحياة والتأقلم مع أصعب الظروف درس تعلمه أطفال الحرب في سوريا، واليوم وإن لم نلتقهم جميعا إلا أن هبة ستمثلهم كما فعلت في كل مرة. لو أنه في عصا سحرية بإيدي كنت رجعت سوريا مثل ما كانت ووضعنا مثل ما كنا عايشين من قبل. بدي خلي كل العالم يعرف من شو انحرم الطفل السوري بسبب أزمة الحرب. كان شعوري بالسعادة أني مثلت الإخبارية السورية، ومنذ عام تقريبا واكبت هبة على أحد المسارح عندما وقفت تناظر وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما القادري تطالب بحقوق آلاف الأطفال في سوريا، واليوم هبة تخطو لنيل جائزة السلام العالمية للأطفال، وكلها أمل أن تحقق حلمها وتصبح إعلامية. لا يهم أن تكون كأوبرا وينفري، لكنها ستكون حتما صوت كل مظلوم كما تعودت أن تكون في صغرها. هبة طفلة قوية ونشيطة قبل النزوح وبعد النزوح، طبعا تأثرت بالنزوح المتكرر لأنها بسبب الحرب تركت المدرسة لمدة سنة، بس هي تغلبت على الحرب وكانت أقوى من الظروف والحرب. الطفل السوري انحرم من كتير شغلات، أهمها نعمة الأمان والسلام. وهبة أنا فخورة جدا وسعيدة إنه هي ترشحت لجائزة نوبل للسلام، لأنه هبة هي صوت الأطفال السوريين كلهم، يعني هي رح توصل صوت جميع الأطفال السوريين للعالم بأسره. إنه أنا إذا فزت بالجائزة ما رح أكون أنا الوحيدة اللي فائزة فيها، رح تكون أطفال سوريا كلها فازت بالجائزة. لأقدر فوز ووصل صوتي للعالم لازم العالم تشارك البوست الموجود على صفحة المركز السوري لحقوق الطفل وتستخدم الهاشتاجين تبع الحملة. اليوم نحن ندعم حق هبة المشروع والمسلوبة، حق الحياة في وطن يسوده الأمن والسلام، حق الطفولة في سوريا يصرخ، وعلينا أن نستجيب. لذلك نحن ندعم هبة.